ايش ايش ابوي هذا ايش بدك يا اخوك هون مش مشكله ايش يا اخوكي هون خليه يجي فيش عندي حدا كيف بتفوتوا علي وفيش عندي حدا شو بدك شو المطلوب هسه عندي اولاد صغار انا شو بدك اسخ بس خلال زمان احكي لي اول ولا اجيب طلبتهم ولا اجيب كيف طلبتوا بزي هاي 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 ايش كيف طلبتوا بزي كيف طلبتوا تنشلوا جام كيف زي كيف زي قديمه شو اللي بدك اياه انت احكي لي كيف بعدين بدك تاخذ اللابتوب جايين على داري شو بدكم؟ اوش ايش؟ هاي هم طيب تفضلي معي تفضلت يعني ما انتو سرقتوا كل اشي شو الضايل؟ طب انا بدي اسال يعني انت شو اللي بتعمله شو يعني اللي انت عم تعمل فيه احكي لي ايه شو اولاد صغار شو بدك شايفين اسيا شو بيعملوا مشان طرق للايطاليين كيف الجيش اللي عندنا بدخل البيوت نص الليل وبفتش الدور باخذ شو موجود في البيوت. زلام زلام جابر 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 يا لديم عن جد زلام جابر يعني بتفكر انه انت اللي بتعمل فيه بتخوفنا ولا رايح ترهبنا في شيء يعني مش ضايل اشي احنا خايفين منه السجون كل اولادنا في السجون وشهداء قدمنا شهداء شو ضل مش خايفين من اشي ورايحين نضل مكملين تعال شوفي كيف بلعب بغراضك يا تعالي شوفي كيف يا ماما بخرب غرفتك شايفة بحكي عربي المشكلة انه بحكي عربي درزي جابر جابر على يا لديم روح امشي يا ماما طرديهم ابعد خذ اللابتوب بدهم ياخذوه طب انا خبر امشي من ذاك كذا شيء سلام لا فيها بكشة لا فيها هذا كيف بدك تاخذ اللابتوب شو ليش بدك تاخذه جيب اوراق جيب اوراق هاي خلي الاغراض كيف بدك اعطي هاي بصوت بس مية برد Thank you.
تقريرنا بتسلم هذيك مؤسسة عندكم مؤسسة إسرائيلية ها ولا أنتوا حقوق الإنسان ضدها يعني مش عندكم حقوق الإنسان هذا بجوز المية ما قرآن قرآن ماشي ماشي أنا بقول أنا من حيلك بتصور شيلوا ما